اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو المطامير يوم الجمعه ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 31/3/2023 وتعالوا نشوفوا اسعار العجول الذكوره اللحم البقري في سوق ابو المطامير. اللهم صل عليك انا بسم الله ما شاء الله. اتفرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي. اللهم صل عليك انا بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر الله اكبر. اللهم صل عليك انا اللهم صل عليك انا بسم الله ما شاء الله. خدتوه بكام يا معلم؟ والله يا معلم راضي بكام والله خدوه؟ والله ما اعرف والله على الصوف. الله يبارك لك يا معلم راضي بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. صباح الفل يا غالي. عامل ايه يا معلم؟ عامل ايه يا غالي؟ كفر الدوار وتجار كفر الدوار الناس المحترمين. اللحمه ماشي كام النهارده الكيلو؟ 110 115 من 110 ل 115 كام يا معلم راضي؟ معلم راضي خلصت السعر كده. معاكم ايه النهارده؟ كده العربيه في العربيه حملته يعني؟ لا لسه طبعا مربوط يعني في العربيه. بسم الله ما شاء الله. دقيقه واحده نجي لك هناك ماشي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بص فرق الله اكبر. واحد قاعد في الفيديو قال لي مثل على فيديو عشان عاوز. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. طبعا الفل حق له. عرفنا باسمك اخوك رجب غازي عبد المجيد ابو طالب محل كيل. معلم رجب غازي عبد المجيد ابو طالب محل كيل تبع محل كيل ابو حمص. ابو حمص وتجار ابو حمص بسم الله ما شاء الله. عشان نبيع جاموس لحمه يا جماعه بسم الله ما شاء الله على المال. كله بسم الله ما شاء الله شغل مظبوط ماشي كامل كيلو في البقر. خلينا السيس يا رب خلينا البلد. الله يبارك لك يا غالي. البقر ماشي كامل كيلو في الدقر 120 يا جماعه قايم بسم الله ما شاء الله. طب النتايات دي بالكيلو ولا النتايات دي ما بتنباعش زي كده بالبركه كده بتجيب كام؟ يا تغلبني انا اغلبك. يعني دي تقول 35 37 و37 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك نهارك زي العسل. يعني موجود عندك لحم لحد موجود عندي السوق. انا شغال في السوق اللي تعوزت على خد. طب ادينا رقمك لحد على ساعه اتواصل معاك. عين الاثنين كام؟ 03 وحي 03 وحي كام؟ 767 02 65 6-5. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. الله يبارك لك ويصلح حالك يا غالي. من عيني هتفطروا معايا انت وضيوفك. الله يبارك لك يا غالي. كل سنه وانت طيب. نهاركم زي العسل. نهارك ابيض. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. قناه المواشي اليوم الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. عجل يا جماعه صلاه النبي عليه. اللهم صل عليه كنب. الله اكبر الله اكبر. مع مين عجل دي معاكو؟ صباح الخير يا معلم. كل سنه طيب يا غالي. طيب عرفنا باسمك. عمرو عويس. المعلم عمرو عويس قاعد فينا يا معلم؟ عمرو نديبه وتجار نديبه. الله يبارك لك. لبان ولا كسر حياه يا معلم؟ لبان. اللهم صل عليه كنب. ولا بتبيعه؟ 55 يعني عامل كام طيب ومرجل؟ 55000 بسم الله ما شاء الله. 55000 يا جماعه عجل بسم الله ما شاء الله عليه. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. ماشي كامل كيلو جاي من النهارده يا معلم عمرو؟ 120. الله يبارك. يعني موجود عندك لحم لو حد عايز حاجه برضو؟ طب ادينا الرقم. 010 14 280 304 تجار نديب. الله يبارك لهم. صباحك ابدا معلم. الله يصلح حالكم محل الجميل. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. 60000 بالصلاه على النبي. تجار لقانا يا جماعه ابو المطامير بسم الله ما شاء الله. 60 بالصلاه على النبي الحاج محمود الحوشي. الله اكبر. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك يا حاج محمود. اللهم صل عليك. مش فيما الجبلية ولا البحرية يا حاج. الله اكبر. الله اكبر. كام الكيلو جاي من البحريه ولا البحريه؟ نعم كيلو جاي 120 جنيه. 120 جنيه تجار. أيوة. لقاني هم محكمه السوق. والحاج محمود عنده 150. اللهم صل عليك يا حاج محمود. هو الحاج محمود طبعا. الله يبارك له. الله يبارك له. هناك اوعى يا محمد. اللهم صل عليك يا نبي. محمود اهو. الله اكبر. اهو ايوه ده هو صاحب المزرعه. الله يبارك له. صاحب المزرعه. بسم الله ما شاء الله. البحريه لسه مقفوله. هو قافلها لسه. هتفتح
فاتح ان شاء الله. عسى 130 جنيه. 130. حجي محمود مش فاتح لما السعر يوصل 130. حجي محمود ولا ايه؟ الله عليك انا. انما المزرعه ديت 120 جنيه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. 55. الله يبارك لك. والغنم على كام يا حجي محمود؟ اللهم صل عليك انا. ما فيش بقى ايه؟ ايه يا حاج نبيل؟ صورت انت ولا غطت انت كده؟ الله يبقى كله تمام يا حاج نبيل. تمام كده؟ عايز حاجه خدمه ثاني؟ لجانا طبعا محكمه الاسواق وضمانوه. ابو المطامير يا ابني. ابو المطامير. ايوه يا ابني. الله يبارك لك يا ابني. حبيب قلبي. اعدل يا قلبي. ماشي يا حاج نبيل. تمام يا قلبي. الله يبارك لك يا حبيبي. 100 100. على الله نشوفه بقى على الشير بقى. ان شاء الله باذن الله. تشوف صوره. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. العجول الذكوره اللحم البقري صباح الفل يا معلم. ماشي كام الكيلو جاي من النهارده؟ والله ماشي 120. 120 بسم الله ما شاء الله. تجار ولا جنايين؟ والله انا جنايين. جنايه الله يبارك لك. من التاجر ب 120. اللهم صل عليك انا. عامل ياما العجل ده؟ 15 ل 120. عامل ياما العجل ده؟ والله هم بشتروا ب 40,000 اهوت ولسه ما عملتش. حاج 40 8.5. 38.5. بشتري 38.5. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلم. اتكلم مع مين انت؟ الله اكبر. لا مؤاخذه يا عم الحاج ما خدتش بالي. لا ما تصورنيش. كل سنه طيب. اللهم صل عليك يا نبي. عامل ياما عم الحاج. كل سنه طيب لسه ما بعناش حاج. احنا بنشتري بقى وشري. احنا لسه صلى على النبي. لسه صلى على النبي بنحكم حاج. لسه ما استنى. الله يقويكم ماشي. ربنا يوفق بينكم يا رب. بسم الله ما شاء الله. ربنا يوفق بينكم ويقويكم عينكم. اللهم صل عليك يا نبي. العجول الذكوره اللحم البقري في سوق ابو المطامير. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. حاج تامر الله يبارك له. حاج بسم الله ما شاء الله. عائلات النجار. عائلات النجار الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله. اللحم ماشي كام يا عم لطفي النار؟ المعلم تامر اللي يقول لك على اللحم عشان هو كام يا معلم تامر؟ 120 يا جماعه. المعلم تامر النجار الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. الحاج فتح بتاع كفر الدوار صباح الخير يا معلم فتح. كل سنه طيب. انت فاكر اللي اسمه حبيبي امال ايه على عمرك انت ما تنساش يا حاج فتحي. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. عامل ايه العجل ده معلمي؟ معلم فتح عثمان بقى بص بيشتروا ب 55. معلم فتح عثمان من اشهر المعلمين. احسن راجل معلم فتح عثمان الله يبارك له. بسم الله بتاع اللحمه السليمه. الحاج فتحي طبعا الله يبارك. بسم الله على حته لحم. اللهم صل عليك يا بسم الله ما شاء الله يا جماعه. صباح الفل يا حاج عشان خاطر اللحمه غاليه. كل سنه طيب. اللهم صل معاكم العجل ده. ايوه معانا ان شاء الله. الله اكبر. عامل ايه يا حاج؟ 55. 55000 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الحاج عبد الرحمن بقى سيدي بقول لك الحقيقه بالظبط الكيلو بكام؟ الحاج عبد الرحمن بقول لك. الحاج عبد الرحمن مش عايز يتكلم. بكمل العمل. نعمله له ايه؟ اللهم صل عليك يا نبي. بكمل العمل. بكمل العمل. بقولوا ب 120. اللهم صل عليك يا نبي. بقولوا ب 120 جاي. خش يا معلم صورته. اللهم صل عليك يا نبي. 120 كده. الله اكبر. خش يا معلم. العنتيل دي. العنتيل دي. العنتيل الله يبارك له. صباح الخير عنتيل. نارك ابيض ان شاء الله. عامل ياما الذكر ده. اللهم صل عليك يا نبي. عرفنا باسمك لو ناصر صالح. المعلم ناصر صالح من ابو المطابير. من هنا المحموديه. المحموديه وتجار المحموديه انس ونارت ابو المطابير. معلم عمد المحموديه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. عايز لحم 100 100 انزل المحموديه. ناس الاحترام والادب الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله. عامل ياما يا معلمي 50,000 بسم الله ما شاء الله. معاك حاجه غيره ثاني؟ الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. 50 الا 5. 50 الا 5 الا 5. اللهم صل على النبي. 50 بالظبط. 50 بالظبط. 50 بالظبط. ما انا عايزين الحقيقه. في اللي بيقول الا 5 وفي اللي بيقول 50 بالظبط. والله صل على النبي. هو اللي بيبيع بيقول 50 واللي بيشري بيقول الا 5. الا 5 صح. فهو ايوه اللي عايز ياما واللي بيشتري عاوز شويه. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. معاك رقم تليفونها بتاع المحموديه ناخدوه ولو حد عايز حاجه تواصل معاه. كام يا اشرف؟ على مهله مصلحة يعني مش عايز تدولنا براحتك. 011 ك 4 3 2 2 7 9 0 0 7 9 0. اي حد يتواصل معاك تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. صباحكم ابد ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اللحم الطيب يا جماعة في ابو المطامير 120 جنيه. اللهم حاج محمود النجار والنبي. حاج محمود النجار ده وجهه مشرفة. حاج محمود صباحك ابد. كل سنة طيب. الله يكون كل سنة طيب. اللحم
ماشي كم جاي من النهارده؟ 120 كله بيقول 120 يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله لحم السوبر. نعم موجود يا حج العم الحج عبد تامر والله كله كله شغال وكله بيجي. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه